أعلنت وزارة النفط عن تشغيل المسار الخاص بالعمليات المشتركة في منطقتي الخفجي والوفرة من خلال منافذ البرية في المنوصيب والخفجي في خطوة تهدف إلى تيسير حركة العاملين والشركات والمقاولين. وقالت الوزارة أن تشغيل المسار نتاج عمل دائم استمر لسنوات وتحديدا منذ عام 2009، وبدأ تشغيله اليوم خلال حفل أقيم بحضور وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح ومسؤولين عن وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك والشركة الكويتية لنفط الخليج. وذكرت الوزارة أن المسار يتيح المرور للعاملين في العمليات المشتركة بسهولة وانسيابية عبر المنافذ الحدودية، مما يتماشى مع تطور المشاريع في المنطقة المقسومة وزيادة أعداد العاملين.